الاصدار الجديد للعبة هوم فرونت بعنوان ريفولوشن صدرت مؤخرا على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. كنت باني امال قوية على هذه اللعبة بعد ما شفت العرض السينمائي للكشف عنها العام الماضي، لكن اللعبة للاسف ما هي في المستوى المطلوب. اللعبة نظامها شوتر تتركز على السنجل بلاير اللي تدور احداثه في المستقبل في عام 2029 بعد مرور 4 سنوات على غزو كوريا الشمالية على الولايات المتحدة. الشيء الوحيد اللي يميز اللعبة هو عالمها وتصميم المراحل وفكرتها والاجواء من حولك واستخدام الاسلحة، لكن اللي عيبها جزء مهم وهو الجيم بلاي، بالإضافة إلى المشاكل التقنية في الجرافيكس والصوت والحركة وكل شيء تقريبا، وكأن اللعبة ما اكتملت. تخيل أنك تعيش 20 ساعة في سينجل بلاير مع هذه المشاكل، مع أن في بعض الأفكار الحلوة في الجيم بلاي لكن راح تتكرر عليك وتشعر بالملل في الأحداث، والقصة عموما ما كانت بالمستوى المطلوب أو سيئة. مع أن اللعبة فيها أونلاين وفيها طور تعاوني للمقاومة، لكن بسرعة بتمل منه وكأن شيء لا يذكر. تقييمي للعبة 5.5/10.